أخبار اليوم. كابتن محمد، بنشكر حضرتك على التعليق الهائل لقناة بوابة أخبار اليوم، وبنتمنى إن شاء الله المشاركة دايما معانا في كل الأحداث اللي بتحصل في كرة اليد، وخصوصا إن احنا داخلين على بطولة العالم. ان شاء الله انا سعدت بيكم جدا، وبنشكر اخبار اليوم وبوابه اخبار اليوم، ودايما هم بيتابعونا في كل الاحداث الرياضيه، ودايما اخبار اليوم غنيه عن التعريف. يمكن المباراه كانت مباراه شيقه، نادي الزمالك هو حامل اللقب ببطوله افريقيا، نادي الاهلي هو بطل الدوري. طبعا كان في نواحي نفسيه كتير جدا، وفي ناس كانت بتطالب بتاجيل المباراه ما بين الفريقين، لكن كره اليد هي دايما احد الالعاب اللي في مصر اللي بتبهج الجماهير وبتدخل السعاده على الجماهير. المباراه خرجت بشكل طيب زي ما شفت حركة وتابعناها. يمكن الشد والجذب ده طبيعي جدا في كرة اليد، لعبة فيها احتكاك كبير جدا. خبرة لاعبي نادي الزمالك قدروا ان هم في الثواني الاخيرة حسن يسري يخلص الكرة بالشكل الرائع اللي احنا شفناه. نادي الاهلي قدم شوط تاني طيب. اعتقد ان مباراة زي دي لسه في اول الدوري، ويمكن هم المباراة في الاول وفي الاخر هم 3 نقاط، لكن نادي الزمالك بيثبت بجدارة ان هو قادم بقوة لبطولة الدوري هذا الموسم. نتمنى ان شاء الله بطولة قوية، ونتمنى عودة دورة كرة اليد دايما. وبنشكر طبعا الاتحاد والدكتور حسن مصطفى ووزير الشباب والرياضة اللي كانوا في روسيا من 2 أو 3 أيام، وفزنا باستضافة بطولة كأس العالم 2021. سعدت بيكم، وان شاء الله دايما على خير نقابلكم في بوابة اخبار اليوم. شكرا. ان شاء الله. بس تقول يا حضرتك على سلوك الجماهير. والله سلوك رائع جدا، وبنتمنى عودة الجماهير مرة أخرى. شفنا جماهير الإسماعيلية وناس جاية من السويس وكل المهتمين بكرة اليد، كان تشجيع مثالي جدا. يمكن كان في أكتر من 500 واحد موجود في المدرجات، شفنا سلوك حضاري جدا في الجماهير، ودي يمكن دي تبقى بداية لعودة الجماهير مرة أخرى على مستوى الرياضة، على مستوى كرة القدم مرة أخرى، لأن الجمهور زي ما احنا بنقول هو اللاعب رقم واحد في كل المباريات اللي بنلعبها. شكرا كابتن محمد، ونتمنى إن شاء الله لقاءات أخرى وعديدة إن شاء الله. شكرا. شكرا لحضرتك.